فرح نيجي الآن هلأ لو نفترض الأوتبوت هو ثيتا بدي أحط المعادلة الآن هاي بدلالة ثيتا مضبوط فبصير عندي هلأ ماينس بي أوميجا إيش بالنسبة لثيتا ثيتا دوت أوف تي وآي ألفا إيش بالنسبة لثيتا ثيتا دوت إذا هون لازم إيش أضيف الآن عندي ثيتا أوف زيرو بتساوي زيرو ثيتا دوت أوف زيرو بتساوي الآن ننقل هاي كلها على جهة واحدة بصير عندي تاو أوف تي بتساوي آي ثيتا دبل دوت أوف تي بلس بي ثيتا دوت أوف تي نقدر ناخذ الآن لابلاس ترانسفورم بصير عندي تي أوف إس هلا بطلع عندي برا هلا ثيتا هاي ثيتا الأبر كيس إس وجوا بصير عندي إس آي عفوا هون عندي إس سكوير لازم يصير S square I plus B S. فبصير عندي هلا transfer function G of S بتساوي الاوتبوت على الانبوت فبتصير 1 على S square I plus B S. بقدر اطلع S لبرا؟ اه. فبصير عندي 1 على S هي الانتجريتر. نمبر اوف 1 على S I plus B. السيستم هذا ايش صار؟ درجة واحدة. سكند اوردر لانه عندي في 2 بولز في عندي بول هون في عندي بول هون والبول هون ماينس بي على وهذا راديانس بير سكند هي الانتجريتر الجديد اللي دخل عندي على هذا السيستم